السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف الرابع. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل الجزء الثاني والأخير من درس استعمال التقريب. هدف درسنا نستطيع تقدير ونواتج الضرب بتقريب العوامل. نيجي مع بعض نحل أمثلة تدرب مستقل في التمارين من 7 ل 12. قدر، طالما قال لي في السؤال قدر يعني بيأمرنا إن احنا بنقدر. أولا نقدر ناتج الضرب. مثال 7، 39 multiply 19 يقرب إلى، اتفقنا في الحصة السابقة إن احنا بنقرب كل من العاملين لأقرب 10. 39 عند تقريبها لأقرب 10 هتكون كام؟ أحسنتم، 40 multiply 19 أيضا عند تقريبها لأقرب 10 هتكون 20. نضرب مع بعض 40 multiply 20، اتفقنا في الضرب بننزل الأصفار، إذا عندي 2 0، 4 multiply 2 equal 8، إذا الناتج عندي هو 800. مثال 8، 28 multiply 27 يقرب إلى، أيضا هقرب 28 لأقرب 10 هتكون 30. أحسنتي، multiply 27 أيضا هتقرب إلى أقرب 10 هتكون كام؟ 30 multiply 30 هننزل 2 0، 3 multiply 3 equal 9، إذن الناتج عندي هو 900. مثال 64 multiply 13 هنقرب أيضا كل من العاملين لأقرب 10. 64 عند تقربها لأقرب 10 هتكون كام؟ أحسنتم، 60 multiply 13 هتقرب أيضا لأقرب 10 هتكون 10. 60 multiply 10 هننزل 2 0 عندي في الناتج، 6 multiply 1 equal 6، إذا ناتج الضرب عندي هو 600. مثال 10، 42 multiply 17، ال 42 عند تقربها الأقرب 10 هتكون 40 multiply ال 17 أيضا هقربها الأقرب 10 هتكون 20. 40 multiply 20 هننزل 2 0، 2 multiply 4 equal 8، إذن الناتج عندي هو 800. إذن قربنا كل من العوامل أو العاملين اللي عندي في جملة الضرب إلى لأقرب 10. نيجي بعد ذلك في التمارين من 13 ل 14، قدر للتحقق من أن الإجابة المعطاة منطقية. قال لي قارن تقديرك بالإجابة المعطاة للتحقق من أن الإجابة منطقية. 64 multiply 41 الإجابة الفعلية أو الإجابة الدقيقة عندي 2706 يقرب إلى، هنقرب 66 وال 41 طبعا كل من العاملين لأقرب 10. 66 عند تقربها لأقرب 10 هتكون كام؟ أحسنتم، 70 multiply ال 41 أيضا هتقرب لأقرب 10 هتكون 40. 70 multiply 40 هننزل 2 0، 7 multiply 4 equal 28. نلاحظ أن الإجابة التقديرية 2800 هي قريبة من الإجابة الدقيقة عندي 2706، إذن الإجابة عندي منطقية. مثال 14، 34 multiply 52 equal الإجابة الدقيقة عندي هو طلعها 2288. عايزين نشوف التقريب ل 34 وال 52. ال 34 عندما تقرب لأقرب 10 هتكون 30، 52 عند تقريبها لأقرب 10 أيضا هيكون 50. 30 multiply 50 هننزل 2 0 في الناتج واضرب 3 multiply 5 equal 15، نجد الإجابة التقريبية هي أو الإجابة التقديرية هي 1500، بينما الإجابة الدقيقة عندي 2288. إذن في تباعد بين العددين إذا الإجابة عندي غير منطقية. نيجي بعد ذلك في تمارين ممارسات الرياضيات وحل مسائل. في التمارين من 15 ل 17 استعمل الجدول أدناه. مثال 15، بكم تقريبا يزيد عدد أشجار التمر الثلج لدى المزارع عن عدد أشجار التمر السكري؟ وضح إجابتك.
نلاحظ أن الجدول هو عبارة عن أشجار المزارع، نوع التمر، نوع شجرة التمر، وعندي 3 أنواع: الخلاص والسكري والثلج، عدد الصفوف وعدد الأشجار لكل نوع من شجرة التمر. قال لي يمكن أن تقدر إجابتك لأنه لم تطلب منك إجابة دقيقة. أولاً عندي بكم تقريبا يزيد، عندي كلمة كم يزيد، يعني أحسنتم، ماينس عدد أشجار التمر الثلج، عندي عدد الصفوف 31 وعدد الأشجار في كل صف 46. إذن أولا هضرب 31 multiply 46 وهي طبعا النوع اللي هو الثلج. هنقرب كل من العاملين إلى أقرب 10، إذن 31 هتقرب لأقرب 10 هتكون، أحسنتم، 30 multiply 46 عند تقربها لأقرب 10 هتكون 50. 30 multiply 50 هننزل 2 0، 3 multiply 5 equal 15، إذن 1500. نيجي عند النوع الثاني وهو التمر السكري، كان عدد الصفوف عندي 38 وعدد الأشجار في كل صف 28. إذن النوع الثاني اللي هو السكري 38 multiply 28، هنقرب 38 لأقرب 10 هتكون 40، أحسنتي، و 28 عند تقربها لأقرب 10 هتكون 30. 40 multiply 30 هننزل 2 0، 4 multiply 3 equal 12. إذن السكري عندي هي 1200، طلب مني كم تقريبا يزيد عدد أشجار التمر الثلج لدى المزارع عن عدد أشجار التمر السكري. طبعا هنطرح الثلج، عندي عدد أشجار التمر الثلج هو 1500، بطرح منها 1200 للتمر السكري بيساوي 0 minus 0 equal 0، 0 minus 0 0 في العشرات، 5 minus 2 equal 3، بيزيد قد ايه؟ 300 شجرة. مثال 16، ما عدد أشجار التمر لدى المزارع تقريبا؟ هنعد كل الأشجار الموجودة عندي ونقربها. أولا النوع الأول هو الخلاص، عدد الصفوف 28 multiply 38، هنقرب كل من ال 28 لأقرب 10 هتكون 30 multiply 38، هتقرب لأقرب 10 هتكون 40 30 multiply 40 equal كام؟ أحسنتم، 1200. وإحنا كان في المثال 15 طلعنا الثلج وطلعنا السكري، إذن بنجمع كل الأعداد، كل الأشجار التمر الموجودة عندي، الثلج أولا الخلاص عندي 1200 زائد السكري 1200 أيضا بلس الثلج عندي هو 1500 بتساوي، هنجمع 1200 زائد 1200 زائد 1500 هيكون الناتج عندنا كام لو عملناها عندنا في الدفتر؟ أحسنتم، 3900. مثال 17، مهارات التفكير العليا، يتساوى نوعان من الأشجار من حيث العدد، ما هذا النوعان؟ واستعمل إحدى خواص الضرب للتوضيح الإجابة. عندي النوعين التي يتساوان أو اللذان يتساوان في من حيث العدد هما 28 multiply 38 اللي هو النوع الخلاص، النوع الثاني وهو السكري 38 multiply 28. كلنا عارفين خاصية الإبدال في الضرب، لا تغير طبعا من قيمتها أي حاجة، يعني 28 multiply 38 هو نفس الناتج 38 multiply 28، طبعا الناتج عندي متساويان. بعد ذلك في أمثلة التقويم، مثال 18 و19، مثال 18 عندي ما عدد الكتب التي تبعها المكتبة تقريبا كل عام؟ نيجي مع بعض نشوف الجدول. الجدول بيوضح
المبيعات الأسبوعية للكتب في المكتبة. نوع الكتب: كتب رياضة رياضية، هي عدد الكتب لها 72. الكتب الفنية 38 كتاب. كتب الأطفال 59 كتاب. لتذكر أن هناك 52 أسبوعا في العام الواحد. عايز أعرف ما عدد الكتب التي تبعها المكتبة تقريبا، يعني أننا نقرب الأعداد كل عام. أولا نيجي عند الكتب رياضة أو رياضية، عدد الكتب عندي 72 ملتبلاي، الأسبوع عندي في العام عندي في 52 أسبوعا، يبقى إذا ملتبلاي 52. ال 52 عند تقربها الأقرب، ال 72 سوري 72 عندما تقرب لأقرب 10 هتكون 70 ملتبلاي، ال 52 عند تقربها الأقرب 10 هتكون، أحسنتم، 50. 70 ملتبلاي 50 هننزل 2 زيرو، 7 ملتبلاي 5 إيكوال كام؟ أحسنتم، 35. إذن عدد الكتب الرياضية هي 3500. نيجي بعد ذلك ثاني نوع من عندي، هي الكتب فنية، عدد الكتب الفنية هي 38. إذن بضرب 38 ملتبلاي العام الواحد في 52 أسبوعا، ال 38 عند تقربها الأقرب 10 هتكون 40 ملتبلاي، ال 52 عند تقربها الأقرب 10 أيضا هتكون 50. 40 ملتبلاي 50 هننزل 2 زيرو، 4 ملتبلاي 5 إيكوال 20. إذن الكتب الفنية هي 2000 كتاب. نيجي بعد ذلك النوع الثالث وهو كتب الأطفال، كان عدد الكتب 59 هضربها في عدد الأسابيع في العام الواحد اللي هو 52. 59 هقربها الأقرب 10 هتكون، أحسنتم، 60 ملتبلاي ال 52 عند تقريبها، طبعا احنا قربناها هي الأقرب 10 هتكون 50. 60 ملتبلاي 50 هننزل 2 زيرو، 6 ملتبلاي 5 إيكوال 30. هنجمع مع بعض، لأن طبعا عدد الكتب التي تتبعها المكتبة كل عام تقريبا، هنجمع مع بعض 3500 plus 2000 plus 3000 هيكون الناتج كام؟ أحسنتم، 8500، وهو طبعا الاختيار عندي سي. نيجي بعد ذلك في مثال 19، بكم تقريبا يزيد مجموع عدد الكتب الفنية وعدد كتب الأطفال المبيعة في العام الواحد على عدد الكتب الرياضية المبيعة في نفس العام؟ كلمة بكم تقريبا يزيد أو بكم يزيد معناها ماينس. طيب عايز نطرح مين؟ عايز نطرح مجموع عدد الكتب الفنية وعدد الكتب الأطفال المبيعة في العام الواحد على عدد الكتب الرياضية المبيعة في نفس العام. إذن أولا هجمع عدد الكتب الفنية وعلى عدد الكتب الأطفال. إحنا كنا طلعناها عدد كتب الأطفال عندي وهي 3000، بزود عليها عدد الكتب الفنية وهي كانت 2000. 3000 زائد 2000 هيكون الناتج كام؟ أحسنتم، 5000. طيب بعد ذلك هطرح 5000 وهو مجموع الكتب الفنية مع الأطفال. 5000 هطرح منها كتب الرياضية المبيعة كانت 3500. 0 - 0 = 0. 0 - 0 = 0 أيضا في العشرات. 0 - 5 طبعا هنستلف من 5 هتكون 4، والزيرو عندي 10. 10 - 5 = 5. 4 - 3 = 1. إذن الاختيار عندي هو ب 1500 كتاب تقريبا. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الثاني من الدرس. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.